مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. طيب، كتبت وسحرت ثم عقدت، على فروة الرأس عقدت. وعلى الصدر عقدت، على القلب عقدت. كيف؟ طيب، سلمنا أن الشيطان هو الذي كتب وعقد، والساحر كذلك مع الشيطان. طيب، والغاية ماذا؟ أن تلقى وحيدة، أن تدمر، أن تبقى منعزلة وحدها. الشتات والدمار والتعطيل في كل شيء، إما هي وإما أنت، كأنك رفعت رايد التحدي. طيب، مع من؟ معك، معي، معك ومعها. طيب، أنت قبل هذا ليس معي وإنما مع الله. أنت الآن تحارب الله جل وعلا، الله الذي خلقك. أسألك سؤالا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. الله. طيب، أنت تقر بهذا، صدق ربي. أنت الآن تقول أن الله هو الذي رفع السماء بلا عمل، وبسط الأرض ومهد، الهواء هواؤه، والماء ماؤه، والخلق خلقه، أي يعبد غيره؟ من خلقك إذن؟ من سواك؟ من عدلك؟ إنه الله. من نماك ورباك، غداك وسقاك، كساك؟ إنه الله. إنه الله. وهل الشيطان حيلة وسبيل؟ وهل للشيطان أمر لله جل وعلا الأمر من قبل ومن بعد؟ ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، ألا له الخلق والأمر سبحانه جل في علا؟ إنه الله. أما الشيطان هذا فهو الآن يسوق سوقا إلى الجحيم والسعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله. ترفع الآن شعار الماسونية، شعار الشرك بالله عز وجل. ليس لله ثاني ولا ثالث، إنما هو إله واحد، إنما الله إله واحد، وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. هذا هو الله جل في علاه. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. أتسمع؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، إلا أن يشرك به. وأنت الآن تشرك بالله جل وعلا. طيب، ماذا إذن؟ أنت ماسوني. ما هي الماسونية إذن؟ تعبد الشيطان. وماذا تجني؟ ما هي ثمار عبادة الشيطان؟ ماذا يعطيك؟ السلطة، لكنها سلطة زائلة فانية مؤقتة، لا تدوم ولا تنفع. انظر إلى عظم الذي نخلقه، الذي نعبده، الخالق الرازق، كيف يعطي؟ ليس سلطة، وإنما يعطي ملكا ورزقا وحياة، وفي الدنيا وفي الآخرة. اسمع ماذا قال ربي. قل اللهم مالك الملك، يا الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اسمع، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. اسمع، وترزق من تشاء بغير حساب. يا الله، يا الله، آيات من الله عز وجل.
فمن أراد الرفعة عند الله والملك من الله، العزة من الله، الأرزاق والأقوات والبركات من الله، فشيطان لا ينفع أبدا ولا يضر أبدا. طيب دمرها بماذا؟ بفعل الشيطان؟ بالأصحاب. أنت ومن معك؟